ثقافة تلاقي، ثقافة الحوار، هذه هي ثقافة لبنان التنوع التي يراد تعميمها، أم ثقافة ماذا؟ الانزواء في مصطلح يستخدم حول هذا النوع من عدم قبول الآخر ورفض الآخر، هو الفاشية اللي بترفض الآخر. نحن ما بدنا حدا بلبنان ينتمي إلى ثقافة فاشية يرفض قبول من هو في طائفة أخرى أو من يختلف معه في السياسة. على كل حال نحن تابعنا هذا الموضوع مع إدارة الجامعة، صار في لقاءات مساء معها، وعادة في تفاصل، وهذه الجامعة تضم طلاب وأساتذة من مشارب مختلفة، ولا تقدم نفسها أنها لحزب أو لطائفة، تعم هي عندها انتماء وبتعلن عن هذا الانتماء من اسمها إلى برامجها إلى منهجها، لكنها لا تقدم نفسها أنها لطائفة أو لحزب. وعلى كل حال هي قالت بالأمس أنها جامعة لكل لبنان ولجميع اللبنانيين بمختلف انتماءاتهم، وبالتالي لا يحق لأحد أن يصادر قرار الجامعة ولا أن يسميها لا باسم حزبه ولا باسمه. هذا كان في زمن ماضي يصادروا المؤسسات ويصادروا الآخرين، نحن اليوم في عنا دولة وفي عنا قانون وفي عنا مؤسسات تعليم خاص، وهذه المؤسسات لها حريتها، ونحن قلنا لإدارة الجامعة ونقولها اليوم علنا أن ما تتخذه من إجراءات نحن معه، هي الإجراء اللي بتلاقيه مناسب كجامعة، وهي فاتحة أبوابها للجميع لتلقي العلم والمعرفة، وبالتالي يسمحوا لنا ما بيحق لهم هن يصادروا الآخرين ويمارسوا هذا النوع من التسلط والهيمنة على الطلاب وعلى الجامعات. الأمر الآخر هو مستوى الأكاذيب التي أشيعت أمس، حصار وتطويق وإساءات لأديان ولمقدسات. طيب وين الحصار والتطويق؟ بلدنا صغير، كل الناس موجودة، الإعلام موجود، إدارة الجامعة نفت هذا الأمر. الجيش اللبناني بيانه كان واضح، وأنا هنا أود أن أنوه بتصرف الضباط والجنود اللي كانوا بالمنطقة، الذي هو كان تصرف حكيم، وهو تصرف أوعى من السياسيين الذين اندفعوا لإحداث مشكلة بين الطلاب. شو تركوا للشارع بهذا التصرف وبهذا الأداء بعض السياسيين؟ شو تركوا للشارع بلغتهم التي تنم عن هذا المستوى الثقافي الضحل، والذي يريد أن يعيد لبنان إلى زمن مضى؟ طيب تحريض المذهب والطائفة على شريحة من الطلاب، مين بيخدم؟ بيجوا يقولوا لنا مين بيخدم؟ بيخدم الجامعة، بيخدم العيش مشترك، بيخدم منطق الدولة، هذا منطق دولة ولا منطق شو هذا؟ كثير من المعطيات التي ضخت يوم أمس قلبت الحقائق وحولت الظالم إلى مظلوم والمظلوم إلى ظالم. شو عملوا الطلاب؟ هو الطلاب المثقفين الواعيين مارسوا حقهم الطبيعي، في حدا عم يشتملون، عم يشتمون، عم يهددون جوا، عم يتعرض لهم، ظهروا لبرا وعملوا اعتصام بداية صامت، بدل ما نجي كسياسيين شوف كيف نعالج، نتعاون مع إدارة الجامعة نقول لهم للطلاب لا ما بيسوى تتعاملوا مع بعض بهالطريقة، أنتوا طلاب مفترض كلكم تكونوا حضاريين تتعاونوا تتلاقوا، إذا اختلفتوا مع بعض يكون الخلاف حضاري بالنقاش بالحوار بتحلوا مشاكلكم، افترض صار في تنافس انتخابي، اللي بيربح بيربح مجلس فرع الطلاب بس ما بيربح الجامعة، وبتصير الجامعة لقلوا بيقول للآخرين طلعوا لبرا، واللي بيخسر بيتقبل الخسارة بكل روح رياضية، هيك عم يصير بكل الجامعات بلبنان، وهيك عم يصير بكل انتخابات، ومعروف نتائج جامعة اليسوعية بكلياتها وبفروعها، ليه بمحل تاني ما صار في مشكلة؟ هل حدا اجا كتب كلمتين لأنه بده يعمل مشكل؟ طيب ليه عم يصير في تحريض دائم بهذه الكلية وبهذه الطريقة ضد شريحة كبيرة من الطلاب؟
ليه بمحلات تانية ما كان عم يصير مثل هذا المشكل؟ هي أسئلة. كان مفترض السياسيين اللي طلعوا امبارح يحرضوا بالإعلام أنه يتروشوا ويكونوا حكماء، يشغلوا عقلهم شوي. عندنا مشكلة، نحن في حدا دغري بده يشغل الغريزة لأنه بيعتبر هيك بشد العصب. طيب إذا في حدا متوتر من الجو السياسي بلبنان وبالمنطقة، أنه ما زبطت معه بالمنطقة، خسرت خيارات بسوريا، خسر يمكن بالمنطقة، شايف المشهد قلب كل التوقعات، ما يروح يفش خلقه بتحريض مذهبي وطائفي بهذا المستوى. طبعا رجع عيد النظر بخياراتك برهاناتك، مش تعيد النظر بأساس وجود لبنان اللي فيه هذا التعدد والتنوع والعيش المشترك، والناس بتلاقى بنفس الجامعة من كل الطوائف والمذاهب، انه بتروح بتدق بالأساسيات بدل ما ترجع تعيد النظر بهذه الخيارات. اذا انت رحت مع الخيار الانتحاري، وهذا الخيار عم يأس ويخسر وراه عم ينتحر، طب بدك تنحر البلد معه ولا بدنا نروح ترجع انه تعيد النظر بهذه الخيارات؟ في حدا حقيقة شاعر بالخيبة بالبلد، بدنا نتوقع بالمرحلة المقبلة عند اي حادثة بمين بدهم يبلشوا يتهجموا؟ على حزب الله. ليه على حزب الله؟ لانه اللي بده يقول انا هون بده يعمل لنفسه شأنية، بمين عمين بيهجم؟ على حزب الله. هيك ممكن يغلي سعره. بس انا بحب اقول لهم انه نحن هذا ما بيسيء لنا، يعني اذا حدا بيفكر انه كل ما اثنين اختلفوا مع بعض كانوا بالشارع او بمدرسة او بجامعة او بسوق او شوفرية تاكسي او اي حادث اختلفوا مع بعض باي منطقة، حزب الله انه نحن محركين كل البلد، اذا حدا بفكر هذا بيسيء لنا، بيسيء لنا. بس هذا ما بوصل على محل. هذا المستوى من الكلام الذي سمعناه بالأمس، استحضار الخطاب الطائفي التحريضي العنصري المتطرف، هذا من أجل تحقيق مكاسب سخيفة لن يغير شيء في لبنان، وراح تكملوا، نحن بنعرف راح يكملوا بهذه الطريقة. كلما خسروا في خياراتهم في الخارج سيستحضرون هذه اللغة الإنزوائية من أجل شد عصب الجمهور، لكن هذا ما راح يغير العادلة بالبلد. هذا لا بيبني دولة ولا بيشكل حكومة ولا بيؤدي إلى تكريس العيش المشترك والتلاقي بين اللبنانيين. بدي أختم لأقول لكل الطلاب، في قوى سياسية عند حسابات تستثمر على أي مشكلة وتمارس هذا النوع من التجييش من أجل حسابات سياسية ضيقة في بيئتها في مناطقها، في جمهور بدها تاخده من محل لمحل، في حدا ببيئتها عم يربح بالسياسة وعم يحقق إنجازات على مستوى خياراته السياسية، كيف بدهم يواجهوه؟ بيواجهوه يمكن بهذا النوع من الخطاب الطائفي باستحضار خصم بمقلب آخر. أنا بدي أقول للطلاب، كل الطلاب من كل القوى الموجودة في هذه الجامعة التي حصل فيها ما حصل، في أي جامعة بلبنان، أنتم زملاء على مقاعد الدراسة، فتحت لكم هذه الجامعة أبوابها من أجل تلقي العلم والمعرفة بكل انفتاح، وهي جامعة عريقة وموجودة وتنتمون إليها من أجل أن تحصلوا على شهادة جامعية تؤهلكم إلى سوق العمل. اتركوا الخلافات السياسية جانبا، عندما تتنافسون تنافسوا بروح رياضية، وعندما تختلفون، ونحن نعرف أن هناك انقسام واختلافات بالبلد، لا يمكن لكم أن تحلوا المشكلات إلا بالحوار. انقلوا تجربتكم الحضارية إلى هؤلاء السياسيين، ولا تسمحوا لهؤلاء السياسيين بنقل خطابهم الشوارع الطائف الغرائزي الضيق في حساباته إلى جامعاتكم. حوار، تلاقي، نقاش الهادئ والموضوعي، تقبل الآخر، احترام الآخر، عدم نقل الخلاف السياسي إلى مقاعد الدراسة. طلاب يمكنهم أن يتعاونوا، هم بالنهاية مستقبل لبنان، ليسوا رعاع يا فلان ويا فلان، هؤلاء مستقبل لبنان، هؤلاء يشرفون لبنان، هؤلاء يشرفون المجتمع اللبناني، هؤلاء أبناء عائلات،
ذهبوا إلى الجامعة ليتعلموا، لا تنقلوا إليهم عقلياتكم الضيقة والطائفية والمذهبية، ولا تسقطوا خسارتكم في المشروع السياسي في لبنان وفي المنطقة على هذا الواقع الجامعي. وشكرا لكم جميعا. بدأت قبلك هلا إذا جامعة القديس يوسف أخذت قرار بتغيير اسمها تعلن هذا الأمر، وعندما تعلن هذا الأمر الطالب الذي يرغب بأن يتعلم في جامعة تحمل الاسم الذي ذكرتي يذهب إلى هذه الجامعة، والذي لا يرغب بالتعلم في هذه الجامعة يذهب إلى جامعة أخرى. عندما قبلت جامعة القديس يوسف هؤلاء الطلاب تعرف انتماءاتهم، وهي قالت في بيانها أمس أنها لكل لبنان ولكل اللبنانيين، ما أعلنت عن اسم جديد. هلأ في حدا تاني بده يسميها باسمه يروح يعمل جامعة ويسميها بالاسم اللي بده إياه، وما يقبل الطلاب الآخرين، مثل مش قبلان الآخر بالبلد في بجامعته الخاصة ما يقبل الآخر، وفي هاي الثقافة عدم قبول الآخر موجودة عند البعض. تفضل. ليش صعب معنا تضخيم هذا الحدث في ظل ما تشهد الساحة اللبنانية من أحداث ومن تعطيل ومن تطورات أمنية وسياسية؟ لأنه أولا قلت أنا أنه في واحد شاعر أنه هو عم يخسر بالسياسة ومتوتر، طيب أي حادثة بصير يأخذها على استثمار، لكن ما عم تزبط معه. حتى بهاي قلبوا الحقائق والوقائع وقدموا روايات غير صحيحة على الإطلاق. أنا بأخذ ببيان الجيش كجهة رسمية موثوق فيها وببيان الجامعة، أما الكلام السياسي من خارج الجامعة هذا ما له قيمة، هذا فقط للتحريض. في حدا بالبلد بده يعمل مشكل على أي شغلة بتصير من أجل يقول أنا هون موجود، بده يشد العصب. تعرف في بيئات وقتاً عم يصير في خطاب تحريضي وطائفي ومذهبي عم يعمل نوع من التكتل العصبوي حوله لأنه يخسر في مكان آخر، وفي أفريقاء آخرين تتقدم خياراتهم السياسية وهو خياراته عم تتراجع، بصير يفتش على مشاكل إلى طابع مذهبي طائفي يعتبر بنوع من التحريض ممكن أن يكسب جمهور أكثر. وإلا حقيقة هذا الموضوع كان بينحل بلحظته في الجامعة من خلال تعاون مع الجامعة. طيب بيان قيادة الجيش قال ما حصل أي إشكال يستدعي تدخل الجيش بقلب حرم الجامعة. إدارة الجامعة إدارة طيب إدارة الجامعة كمان معنا. طيب إذا الكل معنا فإذا هني على خطأ مش هني على صح. إدارة الجامعة قالت إنه ما صار في ضربة كف، وقالت لم يحصل أي حصار أو تطويق. إنه شو معناته حدا سياسي أو بوسائل الإعلام بيطلع بيقول حصار وتطويق للجامعة؟ شو عم يقولوا يعني؟ إنه يا لبنانيين تفضلوا على بعض، تفضلوا على بعض. هذا بيخدم هذه الدولة اللي بدهن إياها، هذا المجتمع اللي بدهن إياها. على كل حال هو قال لهم وقتها أنه هو حلفائي يعني، أما نحن ما عنا لا غزو ولا شيء، هذا الإعلام كان موجود والطلاب موجودين والقوى الأمنية موجودة، وإدارة الجامعة قالت اللي قالته والجيش قال الذي قاله. كل ما قيل بالأمس من قبل بعض السياسيين هو تحريف وقلب للوقائع وتضليل. تفضل. الطلاب يعني كانوا عم يحتجوا يقولوا أنه كل مرة بيكون في انتخابات أو كل مرة بيصير في إشكال بيننا وبين طلاب المنتمين إلى 8 أذار، هناك عناصر من خارج الجامعة سواء كانوا منتمين لحزب الله أو لغير أحزاب عم تجي بتوقف على باب الجامعة وكان احتجاجهم على هذا الموضوع. هذا سؤال. ثاني سؤال، اليوم الجامعة سكرت أبوابها، بكرة شو راح يصير؟ أولا نحن بنقول ما لازم حدا يتدخل بالجامعة من خارجها، والخطاب السياسي التحريضي هو اللي عم يستفز أيضا الناس وبيخليها تشعر بنوع من الغليان. خلينا نشوف الخطاب. نحن مع الإجراءات اللي بتاخذها إدارة الجامعة ومع الإجراءات التي يتخذها الجيش، والجيش وإدارة الجامعة قالوا ما كان في لا تطويق ولا حصار، طلاب الجامعة فصلت بيناتهم واللي كان حول الجامعة هن طلاب خرجوا من داخلها إلى الخارج ليعتصموا. مين بيكون المظلوم هون؟ اللي خرج نتيجة التحريض والشتائم والتعرض له واعتصم بطريقة صامتة، أم الذي مارس هذا النوع من محاولة الترهيب الثقافي والفكري؟ شو بده يصير اليوم؟ عطلت، شو بده تعمل؟ نحن كل شيء بتاخده إدارة الجامعة نحن معه. آخر شيء في طلاب بده يلتزموا بالقرارات وبالإجراءات التي تتخذها إدارة الجامعة. نحن بالنسبة لنا ما كان في مشكل وما كان في أي تصادم، كان في طلاب عم يتعرضوا
لمضايقات، أخذوا موقف كان بينحل بلحظتها من خلال التعاون. اللي كبر الموضوع هو الذي حاول أن يستثمر على الخلاف بين الطلاب. تفضل. في بعض استغرب صمت التيار الوطني مرة عن السطور. أي موقف؟ طلاب أمس سمعناهم على التلفزيونات وطلعوا بيانات. حقيقة نحن امبارح ما حكينا، كنا ناطرين بلكي بيعقلوا شوي هالجماعة، بس يعرفوا الحقائق بيشغلوا بيرجعوا هيك الحكمة بالتعاطي مع هيك موضوع. نطرنا لليوم حتى نعلق على هذا الموضوع، لأنه بالأساس ما كنا مخدينه على خلاف سياسي ولا خلاف طائفي، هن كبروا بالإعلام وبالسياسي. استاذ فضل الله تعقيبا، يعني لا، طلاب التيار الوطني الحر امبارح عملوا بيان رفضوا فيه الإساءة إلى رموز مسيحية، يعني كانوا معتبرين انه هناك من يستفز المسيحيين. خلينا نشوف مين. والشيخ سامي جميل سأل حزب الله اذا كان يقبل بان يتعرض احد يا السيد حسن نصر. اولا نحن خلي حدا يقول لنا مين عم يتعرض من عنا لرموز الاخرين، يجي يقول فلان سواء كان طالبا او مسؤولا سياسيا يتعرض للاشخاص. نحن لا للحاليين ولا للسابقين، نحن لغتنا وثقافتنا وثقافة طلابنا عدم التعرض بالتجريح للأشخاص، عدم الإساءة إلى الكرامة الإنسانية، عدم الإساءة إلى معتقدات الآخرين، بل بالعكس هناك مشتركات في الإيمان في بعض الموضوعات الإسلامية المسيحية. فنحن هاي ثقافتنا، هاي ثقافة طلابنا، هو طلاب أهل علم وأهل ثقافة، ولا يسجلون على أنفسهم من قناعتهم، انطلاقا من قناعتهم، مش نتيجة وجود ظرف سياسي، مش لأنهم بهاي الجامعة. من منا يسيء إلى أي أحد على المستوى الشخصي؟ طبعا في موقف سياسي من حقبة تاريخية، في موقف سياسي من الحقبة الحالية، هذا شيء. أما الإساءة نحن لا نسيء لأحد، كما لا نقبل أن يسيء أحد إلينا. امبارح حكي أنه الجامعة من بعد ما شافت تشغيل الكاميرات والمشكلة بلش عليه مكتوب عنه. مين بلش؟ بغض النظر عن مين بلش. وحكي أنه تبين أنه هناك شخصين بيجوا رشوا هذه الكتابات على أحدهم تلميذ من الجامعة والآخر ليس تلميذ من الجامعة. إذا تبين نحكى كمان، وهذه ليست معلومات مؤكدة، إنه هذا الطالب اللي من الجامعة ينتمي إلى حزب الله. إذا فعلاً تبين أن هذا الأمر حقيقة، كيف يعني رح تكون، كيف رح تكون ردة الفعل على هذا؟ أولاً نحن قلت هذه منا ثقافتنا، وما بنحتاج لنقوم بهيك أعمال. نحن بنعبر عن موقفنا بوضوح، ولدينا الجرأة الكاملة للتعبير عن موقفنا. وأمس صار في اجتماع مساء بين وفد من طلابنا مع إدارة الجامعة، وتبلغوا إدارة الجامعة أنه عملوا تحقيق. إذا كان هذا الموضوع من أي طالب تأخذوا الإجراءات القانونية. خلينا نشوف بالقانون شو بيقول بهيك حالات، أنه بنجي بنهيج البلد بهالطريقة، بنجيش الناس على بعضها أنه في حدا راح كتب. طيب روح عملوا تحقيق وشوفوا مين كتبوا وخذوا الإجراءات القانونية المناسبة. هذا برجع بقول استخدم للاستثمار، لكن برجع بقول أيضا في المكان الخطأ. يعطيكم العافية وشكرا لكم جميعا. إذن مشاهدينا استمعنا إلى كلام النائب حسن فضل الله من البرلمان اللبناني، ويعلق على الإشكال الذي حصل بالأمس في جامعة القديس يوسف في إفلان بيروت. وقد أشار فضل الله إلى أن ما حصل بالأمس لم يكن سوى إشكال بسيط، ومن كبره هو السياسيون الذين صرحوا بخطاب طائفي بالأمس محاولين استثمار ما حصل. وقد أشار بأن هناك فريق سياسي يشعر بأنه خسر في الخارج ويحاول أن يثبت بأنه موجود في الداخل. وعلق قائلا اسم الجامعة هو جامعة القديس يوسف، وقد ولى زمن المحسوبيات، وعندما تغير الجامعة اسمها فستعلم الجامعة الناس بأنها قد غيرت اسمها. وهنا غامزا من قناة ما قاله بالأمس النائب سامي الجميل بأن جامعة القديس يوسف هي جامعة الرئيس بشير الجميل، وأيضا أشار بأن حزب الله لا يسيء لأحد ولا يقبل الإساءة من أحد. إذن مشاهدينا هذا أبرز ما جاء في كلام النائب حسن فضل الله، ابقوا معنا لمعرفة آخر التفاصيل دائما عبر شاشة الـ MTV.